لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. يا أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. كيف تفسر استمرار تجريف مقبرة الشريف لبناء مجمع سكني رغم قرار القضاء بإيقاف أشغال التجريف؟ يجب أن يفهم الرأي العام العراقي والعالمي بأننا أمام حكومات تمييز طائفي تعمل على الاستحواذ على كل ما يملكه المكون الآخر وتنفيذ أجندة إيرانية واضحة في التغيير الديموغرافي. وأنا أؤكد من هذا المنظر أن الوقف الشيعي لا يملك سوى 5% في كل الأوقاف العراقية أو ضمن ما يسمى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية قبل 2003. نعم. وإن عملية الاستحواذ والسرقة من الأوقاف السنية التي هي تتبع بعوائق ولا ليس منحتا من دولة أو منحتا من أحد، إنما هذه الأراضي والمقابر هي أملاك بعوائق سنية تبرعت بها من أجل الوقف في سبيل المساجد والمدارس وأعمال الخير الأخرى. وإن عملية استيلاء عليها بموجب مخطط إيراني واضح ترعاه الحكومات العراقية المتعاقبة وهي حكومات تمييز واضحة لا تتخذ أي قرار لإحقاق أو إعادة الحقوق إلى أهلها. في هذا السياق بالحديث عن عدم اتخاذ أي قرار، ما دوافع عدم تحرك الجهات المعنية لوقف الانتهاكات المرتكبة في مقبرة الشريف منذ سنتين؟ هذه هي ضمن الاتفاق ما بين حكومة بغداد، حكومات الحكومة المركزية، حكومة التمييز الطائفي التي تخضع للأجندة الإيرانية والتي تقوم بسرقة هذه الأوقاف ليست هي لوحدها وإنما كل المحافظات العراقية. لذلك تتحمل هذه الحكومات هذه المسؤولية الكاملة أمام الشعب، وإن هذه القوانين مهما اتخذت أو القرارات أو البنايات ستكون باطلة ولن يسقط حق هذه العوائل المتبرعة للأوقاف بالتقادم مطلقا. نعم. هذه عملية تغيير ديموغرافي وعملية سرقة واضحة في ظهر في 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 وضح النهار وبرعاية حكومية مع الأسف تدعي بحقوق الإنسان وتدعي العدالة وتدعي الديمقراطية. نعم. هم مجرد ذيول للأجندة الإيرانية لتنفيذ هذا المخطط الخبيث على أرض الحراك من أجل التغيير الديمغرافي. نعم. ما سبل وقف هذه الانتهاكات والتغيير الديمغرافي الذي يهدد المنطقة ككل وليس ديالى وحدها؟ ما يجري في العراق على أنظار العالم لم نسمع بيانا أو قرارا من منظمة دولية ولا حكومية ولا أي آخر. لذلك حتى عملية تدويل هذه القضايا سوف لا تجدي نفعا. لذلك ما زال القضاء مسيس باتجاه هؤلاء الطائفيين الذين سيطروا على مقدرات الأمور. تبقى أن نصبر حتى يأتي اليوم الذي نزيل هذه العقبات ونزيل هذه التجاوزات عن هذه الأرض لتعود إلى أصحابها. شكرا جزيلا لكم أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنت معنا عبر الهاتف.